Excellencies. أصحاب السعادة سيداتي وسادتي أنا سعيد كرئيس للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ أنا أتحدث إليكم في بداية مؤتمر الأطراف السبعة والعشرين نحن نعرب عن الامتنان للحكومة المصرية وأمانة مؤتمر الأطراف لاستضافة هذا المؤتمر ونشكر شعب مدينة شرم الشيخ لترحيب الودي والحفاوة التي لقيناها عند قدومنا إن صوت العلم اليوم فيما يتعلق بالتغير المناخي لا يمكن أن يكون أكثر قوة وأكثر مدعاة للتبصر إن العمل الجماعي لهدف واحد ونصف درجة مئوية هو الآن في فبراير وابريل من هذا العام في اطار التقارير الذي تقدمنا بها لدينا العلم والدرايه للتصدي للتغير المناخي ولكن هذه الخيارات متاحه في على اساس توفر التمويل والتكيف والذي تقيده درجات الاحترار العالمي مع زياده الاحترار والخساره والضرر سوف تتزايد والنظم الطبيعيه والبشريه ستدفع الى حدود التكيف القصوى ولذلك الشرط المسبق للنجاح في التكيف هو التكيف الطموح للابقاء على الاحترار داخل الحدود اي درجه ونصف مئويه من خلال القطع الاستقطاع الكبير والفوري لغازات لانبعاثات غازات الدافئه ان تدفقات الماليه تظل قليله مقارنه بالاهداف المعلنه والتعاون الدولي هو ممكن لخفض الانبعاثات والانتقال العادل ان ثغره التكيف والاستيعاب في الدول الناميه تدفعها بصوره خاصه اتساع الفوارق بين كلفه التكيف وادوات التمويل المتوفره التكيف لا يمكن ان نحقق المكاسب الاكبر باعطاء الاولويه للتمويل لخفض المخاطر المناخيه للدول والبلدان المهمشه ومنذ اتفاق باريس فان العديد من الدول وضعت موضع التطبيق القوانين والسياسات المناخيه واللوائح ولكن نطاق كل ذلك لابد ان يتم توسيعه والطموح لابد ان يرتفع وان ينفذ هذه فرصة تتاح كل جيل لإنقاذ الكوكب وسبل العيش. سيداتي وساداتي ان هذه فرصة سانحة والتزام في الوقت ذاته ان مجموعة الخيارات المتاحة ولا سيما الوقت المتوفر لها والآن ولن يتوفر ذلك للزعماء وصانعي السياسات في المستقبل. قبل ان اختتم مداخلتي اود ان اعيد التاكيد لكم ان المجتمع العلمي علماء على استعداد للعمل معكم ودعم دعمكم في كل خطوه على الطريق في هذه الرحله والمسيره لخفض الاحترار العالمي وتحقيق اهداف التنميه او المستدامه ان البشريه والكوكب والانواع التي تعيش على كوكب الارض لا تستحق اقل من ذلك شكرا